الثانية طماطم ديال المريض صراحة عجبني بزاف، لقيت فيه حوايج جداد، لقيت فيه ثقافات مختلفة في مختلف الجهات المغرب 12، فيه بزاف الأروقة صراحة، فيه مية تشافي سمعت بلادنا صراحة غزالة غزالة طماطم وصلة عندي، وهادشي كيشجعنا أننا نمشيو للبلدان الأساسية في المغرب باش نتقداو هاد الخير تبارك الله وصلة عندي، وشكرا بزاف. اسمو السيفا أستاذ عبد السلام الداموسي، مخرج الموسيقى. وعلاش انت هنا استاذ؟ جينا نشوفوا هذا المعرض ديال اللي قالوا ديال الصناعه التقليديه ونشوفوا شنو فيه. هادشي علاش لاحظتي؟ شنو لاحظت بان كاينه واحد الخدمه نفيسه عندنا في المغرب في الصناعه التقليديه، ولكن العرض ديالها اللي تيعرضوه ما مزيانش، شويه سواقي، فهمتي؟ لان الحاجه خاصها تحط في واحد المرتبه مزيانه، تكون بوغ لا ميتر اون فالور. الصناعه التقليديه تتلقاي زربيه فيها 35,000 عقده، وهذا ومحطوط هذا الشيء شي فوق شي ومخربق، ما واخا دايرين 12 جهه ما كايناش زعما الجهه ديال الزرابي بوحدهم، كاينين جمعيات وداك الشيء، ولكن داك الشيء ما بانليش انا زعما تقدر تكون في اي سوق، فهمتي؟ داك الشيء مخربق مزربق. هو كاينه داك المواد اللي تيعرضوا مواد زوينه بزاف، ولكن لا بغينا حنا نرفعوا بالقيمه ديال هاد الصناعه التقليديه في المغرب كيما نرفعوا بالقيمه ديك المراه اللي تتكون في الجبل وتتخدم شهرين ثلاث شهور ست شهور في زربيه ولا ثمان شهور. خصنا نديروا داك الزربيه نعلقوها مزيان ونديروا عليها واحد الضوء وواحد الكتاب تيشرح كيفاش تتخدم وداك الشيء، باش يجيو نبقاو غير نديروا الكيلوات والاطوان ديال الزرابي ودور هنا ودور هنا، فهمتي؟ وما واخا دايرين 12 جهه، الجهه تتشبه الجهه، ما كاينش شي حاجه بين اللي هي معزوله ولا، فهمتي؟ لان حنا اذا استاذ النظام ما عجبكش؟ لا ما عجبنيش انا، لان الحاجه هي الا بغينا حنا نهضوا بهذه الصناعه التقليديه خاصنا الخدمه ديالها مزيانه، ولكن خاصنا كل شيء تيكون في النفائس، خاص النفائس ديال الصناعه التقليديه تبان، خاص نقدموها مزيان، فهمتي؟ نقدموها مزيان ونديروا لها الاشهار ديالها مزيان ونديروا، فهمتي؟ ماشي هنا بحال السوق، جاي المعرض هو بحال السوق باين وصافي، سوق تسارى فيه هنا ولا في المدينه ولا الداخل باين هذا، فهمتي؟ ماشي معرض شويه ثقافي ولا لا، ماشي ما بقاش في المودرنيزم، المودرنيزم العوج ما عندنا ما نديرو به، ولكن الا غنصوبوا شي حاجه ديالنا خصنا نحاولوا نعطيوها القيمه ديالها، فهمتي؟ القيمه ديالها هي تبينها على احسن ما يرام، فهمتي؟ تبينها على احسن ما يرام، حيت هذا الشيء سي دي ديجا في، هذا الشيء شفناه وشفناه 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 وشفناه، فهمتي؟ ولكن الا كاينه شي حاجه، الا كاين شي جديد ودار الصانع باغا تخدم في الجديد خاصها تخدم في الترقيقات ودير واحد يكون واحد ستوند واحد الجهه غير ديال الديزاين وجهه هذه وهذا، ولكن هذا شيء مخلط الصراحه، هي هذه اللي تجعل، فهمتي؟ لان كل شيء في الجماليات، خاص كل شيء يكون جمال يبينوا هذا الشيء زوين، ولكن تسالي انت هنا وتشوفي ما غاتعرفي شنو تشري. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.